في مكان. انت لما حكيت الدقائق والثواني طفشت امنا من التعليقات. انا ما عليك تعليقه ثانيه تكتبونها. قدروا التعب المقطع، علقوا على المقطع. كل مره نفس التعليق. طيب من ظلمات الى النور. هايتيوب. احنا فكرنا من قدمة جديد. Welcome back to our hello welcome back خلاص welcome back to our channel. لا بنقول يا انجليزي بتسوي في انجليزي بتسوي انجليش. خلاص هذه مقدمة جديدة علينا. رجعنا لكم مقطع الرسم الجزء الرابع. يهزمي برو ايش كذا تدخل المواضيع بعض. انتوا تأمروا واحنا اخو تكفى اعطينا راحة. انتوا تأمروا احنا نلبي طلبكم. ف حركات كذا يعني عكس السلسلة حبيتوها فمستحيل نسحب عليها. بس اطلب ترى من عيوننا بس بدون قرعة. يس هذه مرة يعني فكرنا انه بدون قرعة لان القرعة تجبرك ان ترسم شيء وانت صعب انك تدمج شيء صعب. ما في كيمياء بيناتهم. فانا واسماء رح نبدع رح نطلع. انا جاي اتف في المكان. فضل معلش عليكم ان شاء الله تتخطون. انا عشان مواصل فصرت يا هذا حس اذا شفتي حسي كذا يعني صايره همجيه معناتها ايه. فقبل لا نبدا حطوا لايك كذا يعني لا تتفرج معك حطوا لايك واطلعوا لا محتاج تتفرج. فمنطول عليكم خلينا نبدا. اللي ما فهم التحدي كل واحد منعش ترى سوينا فيه اكثر من جزء وتعبتونا جيتوا حتى بالخاصه لا تسوون تبادل الرسم. اتمناوي تيجي وسط يعني اذا بتشوفون البارت الباقي اللي فوق فوق راكس هنا هنا راس حسنة شو هنا راس حسنة تابع ذا بعد روحه لا تروح تابع ذا يا خلي يعجبك حبيبي اهم شيء حطيتي لايك حطيت لايك ولا لا ابدا سلسلة مستحيل امل فيها عشقي وش هي هذا التحدي هذا ايش بك انت وين انت وين وين راسك وين هذا يعتبر عليه الحياة ليش؟ لأنه في وحدة ثانية في معاك في الطاولة قاعدة ترسم. بكون صريح معاكم أنا وأسماء إن شاء الله في المستقبل أصلا أص ما تقاطعيني أنا وأسماء نحب نسوي فلوج بس للأسف لاحظنا إنكم ما تحبون فلوجات بس حسيت إنه مو جو فغيرنا رحنا مسار ثاني فهمتوني؟ فإذا تبون تسوون فلوج قولوا لنا لا تستحوا. ايه ترى انا واسماء تجون فلوجات ان شاء الله في المستقبل اذا عجبكم احنا حنضل على الفلوجات. فلوج مو هي نوري يومياتنا اي فلوج هي يوميات وجيت ريد وذ مي هذا من ضمن فلوجات فهمتوني مو فلوج نود هذا مو يعتبر فلوج مقاطع يعني فطبعا ما حسوي فيديو وما حد يعجب ما حيشوف اصلا نسيت اوريكم الصراحه باقي له الاول خلص بس هو يعتمد على التلوين لانه هذا لا شيء هذا كانه بس تحديد فهمت برو وات ذا هيل از ذيس اغلب سلسلة الرسم لما ارسمها استعمل الوان مائيه بس هذه مره حستعمل ماركر جرو حخرب عليك بالالوان حقي شكرا لا هو ما يصيح ماركر ليه أخذنا استراحة محاربة للناح. أوريكم رسمتي أولاً. عاجبني. والله من كاميرا طالع أحلى. إيش رأيكم؟ أما لوحتي واضح تسليكي بس مرة تحمست أرسمه فبس ما طلع نفس اللي أبغاه بس يا الله إن شاء الله حس تعدل عليه يعني تخليه أحلى. بداية بسيطة. ثلاث. استنى أعرفها. دقيقة. ايش خلتيني؟ وين ارسم انا؟ ابداع هذا كانه هذا الفاكهه هذا فاكهه ما مانجيس اشتهيتيه فجأة؟ اسمه مانجيس ما ادري ايش تسمونه بس حلو احسنت اختيار اللون مره عجبني واضح تسليكي قمت اسوي كذا
متعوب علي والله حلو. قاعد طالع بروحي هي صح؟ ايش كذا؟ ايش كذا؟ قاعد طالع على البسة ايش اللي؟ بس تطير معاي. اوه والله ورا حلو. خيال وزي كذا. فرحة خيال ايه هذا حقيقي. هذا قنديل. واللي انت خليتي لونه كأنه خيال. ترى موجود في الحقيقة كذا. بنفسجي؟ ايوه كله. فالجولة الثانية Let's get it. ما في شيء في مخ. ما في شيء في مخ. تيجي برا حجري. والله أخذت الساعات عبر ما نخلص. أنا غلط غلط إنه قاعدين نصور وهنا سهرانين. أي ترى أختي رسمت هذه وأنا ضفت بعض هذول لأن أنا حسيت شيء يعني. أنت فهمتوا؟ ما بقول عشان تفهم بس ان شاء الله بقولها قريب يعني اوصل لكم مش معناته. واضح انها قاعده تطير فهذا الخلفيه حقتها يعني. قلت همزه هذا شوف ايش رسمتي ليش قلت انك يعني خربتيها ها؟ تبي تخرب انت بالعاده انت تضيفي لمساتك الذهبيه. ثلاث ايش هذا؟ ايش ذا الكائن؟ الكائن الغريب زي هذا الكائن كانه بسه مو بس هذا تنين تنين البحر اللي تبينه بما انه في البحر اوكي هذا تنين البحر كيف بس في خوي هنا فين حسنا احس قاعده تسلكين ما اسلك عشان كذا خلصتي بسرعه عادت اللي تسليك شوف كيف شوف بالله شوف الجبل كيف سليكي بس هنا يعني دقيقه انا اول ما شفت قلت اللوحه خلصت كذا خلصت القصه لا اسوي خلفيه والله لو تسوي سحاب لا سوي شيء سحابة ترى خلاص قديمة وقفنا قديمة السحابة ضيفي شيء لا يلحق المخ خلي اللوحة مجنونة اوكي ما ادري ايش الكائن اللي حسنا رسمته انت ايش تبغي؟ اسمه كانه بس بريفيلو جنون بريفيل لمبة تحت زيلهم ايش اللمبة؟ لمبة اضاءة السمك اللي تطلع منه اضاءة فوق الراس ابدع انا ما بخربه كل مرة يقول ما بغربه غربه اخربه ويتعدله تعبت مرة مبدعة تبغى تمشيها فا ليش تتعبي بنفسك؟ ليش اتعب نفسي؟ والله اجواء هذا الحين هذا اجواء استوديو قبلي فبحاول اخليه نفس الالوان المتناسقة نفس الدرجات الالوان المرحلة الثالثة تبدا الان اه جبت فكره رهيبه قوي حتجلطك حتجيب لك تجلطه بالمخ تفضلي ياش انا قالت حتبدا خلاص لا تستهينوا فيني خليني ابدا كذا العب استراتيجيه معاكم شويه وبعدين اجلطكم المهم شوف امي ايش سوت كيوت حرفيا دقت الباب بعدين عطتني كذا هو جوته يعني سكر جت كذا قالت كان سويتها بجملة قلت له يبا ليش ما سويتيها بجملة ليه؟ قالت يلا مرت بس الله يعني ماما يعطيك العافية مو قصرت بعدين قال الكترونيا اقول له كيف ثاني؟ اخر مرة تصور واحنا مواصلين تبع علي نفسكم تبع على نفسكم اذا تنسون لا تروحوا المستشفى انسوني معاكم ترى والله وين ضحك بس انا احس يعني سامجين ولا انتم نسيين Oh so lovely a day always so lovely to 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 لا بديتي تكملي اوكي انا ظهاء بابا واو سوري اوكي الجولة الثالث انتهينا اوكي هذا لوحتي لان انا بديت رسبت شو اسمه اكلك اول بعدين تكلمي هذا يعني فاهمين القصة؟ ايوه انت اكتب القصة تحت
مو قصة يعني، ايش فهمتي في ذي اللوحة؟ ايوه عبروا في الكومنت، ابى اشوف ابداعكم في التعبير. اما انا رسمت القنديل وحسه رسمت هذولي وضفتها، يب تتامل جماله. هذا ترى ما اخذته من بنترست، رسمته من عندي تصدقوا. ممتعه هذا اللي في اسماء حلو فيها، ما تحتاج كوبي بيست، هي تخترع الشخصيه من عندها. لو سمحتي انا كوبي بيست. ثلاث وي فانكوخ، يا فنخو فنخو واضح. شو اسمها هذي؟ ميمي؟ لا مو ميمي، شخصية من عندي رسمتها. إيه هي كانت في أكواريوم، كانت تتأمل على ال حاولت والله. كيف فكرت فيها؟ ما أدري والله جايز أبدع، هذا واضح اللي تعبت عليه أتوقع يعني. فا يا واضح انه باقي لي هنا خلفيه ثاني. ابدعنا في اللوحه، ابدعنا في اليوم. شوف 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 لسه باقي اخر مرحله، ترى don't just be the cover is not good. والله مره ابدعنا حرفيا، بلا قرعه بلا مسخره. سيناي ونص مدري وين ابدعت في فتره مو وراثه. ساعة عشرة جاي، ساعة عشرة، ساعتين مرة. انت تشو بطلين قبل تكسر الشاشة؟ لا تفهم غلط، انا مو بابا، مو بابا بعصب عليهم. ايش بتسوي؟ انا بوريهم. شوف الكرسي كيف عليش تراضين اقعد ساعتين عليش ترضي؟ شوف الكرسي جديد. لا شوفوا اختي الذكاء اللي فيها، شايفين بؤبؤ عينها تلمع بالاصفر لان هي قاعده تشوف هذه الحشرات والكائنات، فعينها كذا تلمع وتزقزق. كنا عارفين كذا يمكن دقيقة. أنا أسوء لا نضحك، إذا مرة ضحكنا من القلب ندمع. حنسويها ونرجع لكم يا حلوين. ما خلصت ترى لما أحرك أنت تمر عندك. إيش؟ رجعنا لكم. خلصنا آخر جولة، كانت جدا ممتعة، كنا مرة ممتعة. إي قمنا استهبل، قلبنا الوضع. يا أخي فاتكم فاتكم. المهم ترى هذه لوحة مين؟ هذه لوحة أختي، زي ما تشوفون هي سوت هذا قنديل البحر، أنا سويت كائن الغريب ذولي، بعدين رسمت البنت قفلتها يعني خلاص. أوكي أما لوحة أختي، أختي رسمت كيكي، هذه هي كيكي. Do you love me؟ شكرا شكرا شي بس. وبعدين خربتها كريبي يعني. شوفوا جايز هاس اللي خربت، قاعد يجي زي بفهمت كيف كده يدخل جوا المفتاح. لا وين يا بكي؟ قامت تخربت. تونا لاحظ في شخصين هنا. اي كلهم اي كذا بدل كلام صين، اي خلي نقول هذا اللوحة الاولى، هذا اللوحة الثانية. عبروا على اللوحة ذي وش فهمتوا فيه. هنا وصلنا لنهاية الحلقة، حطوا لايك سبسكرايب شير. أنا أغير بان.